إخواننا في غزة، وامنحهم التوفيق والتمكين والعزة يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا بالصلاة فيه، اللهم أكرمنا بالصلاة فيه قبل الممات. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين.